بنصبح مرة تانية على كل مصر وعلى كل المصريين، ونبتدي معانا معاكم فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد. أول فقرة طبعا هتكون مع الكاتبة الصحفية بجريدة الحياة اللندنية، الأستاذة أمينة خيري. صباح الخير أستاذة أمينة. صباح الخير. ازيك؟ الحقيقة الأخبار النهاردة يعني فيها شيء مفرح، طبعا فيها حاجات بتقول انه يعني خلاص ان شاء الله هنوصل لنتيجة، هنوصل للحقائق. اسمحي لي بس بالظبط فيها معلومات على الاقل. اسمحي لي بس في البداية نعرض مع كل سادة المشاهدين كل الاخبار اللي هنتكلم عنها النهاردة في الشروق في الصفحة الاولى. جلسة عاصفة في البرلمان للتفريق بين الثائر والبلطجي. في المصري اليوم في الصفحة الأولى، الأمن يطارد المتظاهرين بالمدرعات حتى باب اللوق. بالأهرام، طنطاوي يطالب بالانتهاء من إجراءات فتح الترشح للرئاسة. الأخبار، فتح باب الترشح للرئاسة 10 مارس ولمدة 3 أسابيع. الشروق، الداخلية تلجأ للكراسي الموسيقية في تشتيت رموز ترى. المصري اليوم، التقرير المبدئي لتقصي الحقائق إهمال الأمن كان متعمدا. الأخبار، السجن المشدد 15 سنة لهشام طلعت مصطفى والمؤبد وثلاث سنوات للسكري. الأهرام، حشد عمالي لعصيان 11 فبراير ورفض إخواني وسلفي ووفدي. أستاذة أمينة، نبتدي بأول خبر على طول، وهو جلسة عاصفة في البرلمان للتفريق بين الثائر والبلطجي. طبعا هو العنوان بتاع الشروق بيؤكد ان احنا دخلنا في يعني الوضع العام الموجود في مصر خلال الكام شهر اللي فاتوا، ان احنا دخلنا في مرحله التصنيفات، مين الثائر الحق ومين مش الثائر الحق، مين البلطجي ومين مش بلطجي، مين مؤمن بالثوره ومين مش مؤمن، مين فلول ومين مش فلول. طبعا امبارح الجلسه في مجلس الشعب، واحنا عارفين طبعا مجلس الشعب دلوقتي فيه اغلبيه من قبل حزب الحريه والعداله اللي هو الذراع السياسي لجماعه الاخوان المسلمين مع السلفيين، واحنا عارفين ان الاتجاهات اللي هي خاصه بالجماعات او الاحزاب السياسيه ذات الطابع الديني عاده بتبقى مع يعني التهدئه، مع ابقاء الوضع على ما هو عليه. امبارح انا شايفه ان الحقيقه الوقت الكتير جدا او كبير جدا اللي استغرقته جلسه البرلمان علشان يفرقوا او يحطوا ديفينيشن كده، تعريف مين الثائر ومين البلطجي، اخذ وقت طويل جدا. ودي الحقيقه مش بس كان مجلس الشعب، ولكن يعني لو تقعدي في اي قعده كده في مصر اليومين دول هتلاقي في ناس تقول لك طبعا الثوار الشرفاء والمتظاهرين الموجودين كذا، وفي ناس تقول لك لا دول بلطجيه. هي الفكره، وانا مع طبعا الفكره ان احنا مش ما ينفعش ان احنا نصنف الثائر هو اللي بيلبس قميص بولو والبلطجي هو اللي بيلبس لبس مش سينيه، لا هي مش دي الفكره. هو معروف قوي مين البلطجي، معروف قوي مين الثائر، ومش معروف بناء على المظهر الخارجي، ولكن بناء على انت عندك مطالب، انت هل شخص عندك خدت حقوقك، حققت مطالبك الخاصه بالثوره ولا لا. اللي حصل طبعا عند مجلس الشعب، اللي حصل عند وزاره الداخليه من ساعه احداث او مجزره بورسعيد، عشان كلمه احداث دي بتقلل من حجم حقيقي. المأساة اللي حصل طبعا ان في جموع حاشده من الشباب، نقول انها في مربع وزاره الداخليه. ايه الهدف من وجودهم في مربع وزاره الداخليه؟ ده اللي احنا لازم نعرفه الاول. هل الهدف ان هم يتظاهروا يوصلوا رساله لوزاره الداخليه اللي هي مثالي ان اي حد يعني تابع احداث المباراه يبقى عارف كويس قوي اذا ما كانش في ضلوع يعني مباشر بصفه يعني مباشره من قبل الامن في احداث ما حدث يعني في بورسعيد، يبقى على الاقل التراخي او الاهمال ده في حد ذاته ازمه، ده في حد ذاته يسالوا عليه. طبعا احنا زي ما كنا بنتكلم دلوقتي ان في لجنه تقصي الحقائق، وده شيء جميل جدا الحقيقه ان احنا ابتدينا نعرف معلومات. لكن قبل ما نروح للجنه بس هقول سريعا بالنسبه لمجلس الشعب، طبعا الصدام اللي احنا كنا متوقعينه ما بين التيارات اللي هي الاحزاب السياسيه اللي احنا نقدر عليها الليبراليه اللي هي لا هي كافره ولا هي ملحده ولا حاجه، اللي هي الليبراليه اللي بتفصل بين الدين والسياسه يعني، وما بين الاغلبيه اللي هي بتسيطر عليها احزاب سياسيه ذات طابع ديني. مش حكايه مرجعيه دينيه بس، لا هي احزاب سياسيه دينيه شئنا ام ابينا، هو كده كان واضح جدا امبارح. طبعا الدكتور كتتني مع طبعا كل الاحترام ليه ان هو ادار الجلسه يعني بشكل يمكن البعض عاد الى الاذهان طريقه قياده الدكتور سرور للجلسات، رغم ان هو رفض ان هو يقعد على نفس الكرسي اللي كان بيقعد عليه الدكتور احمد فتحي سرور، وقعد على كرسي مختلف. بس يبدو يعني معرفش يمكن الموقع الجغرافي ده في المجلس واضح. بيأهل للتصرفات يمكن يعني. طبعا هو استخدم طبعا سلطته
ويجب ان يكون في تنظيم في داخل البرلمان. ولكن يعني مثلا لما طلع النائب محمد ابو حامد وقال ردا على الدكتور سعد الكتاتني لما كان وزير الداخليه اكد له ان لم يكن هناك استخدام للخرطوش، وطلع ماسك خرطوش بالظبط ووراه له، طبعا حاول ان هو يقعده علشان ما يتكلمش غير لما يسمح ليه. الحقيقه انه ناس بتتفق وبتختلف مع التردد على وزاره الداخليه، ولكن في الاخر احنا طبعا اكيد رافضين اي تعرض لاي منشات للدوله باي شكل من الاشكال. افتكر ما هي دي يعني، خلينا بقى ايه، حتى لو كان حد هيزعل من الكلام ده نرجع تاني وحكايه مين الثوار ومين البلطجيه. طيب انت دلوقتي معترضه على ما حدث وبتطالبي بدماء الشهداء، ولك كل الحق، خصوصا ان السجل حافل بدماء شهداء اهدرت ولم نحصل على قصاص ولم نحصل على اجابات حتى لغايه دلوقتي، احنا ما نعرفش مين اللي اودى بحياه اولئك الشباب يعني. طيب ولكن هل حلها ان احنا يبقى الهدف مثلا اقتحام وزاره الداخليه؟ طيب هم بيقولوا ان احنا مش عايزين نقتحم، ايه الهدف من التواجد في هذه المنطقه تحديدا؟ مش واضح، بس كده مش واضح، مش واضح، بس واضح ان احنا هنبتدي نفهم يعني نتمنى طبعا البشائر الاولى اللي وصلتنا لغايه دلوقتي على الاقل ان في حد من اولي الامر زي ما بنقول ان هو نفسه ابتدى يتكلم. طبعا لجنه تقصي الحقائق بالظبط الدكتور اكرم الشاعر امبارح قال بعض الحقائق يعني. طيب نكمل مع بعض الاخبار. والامن بيطارد المتظاهرين بالمدرعات حتى باب اللوق. طبعا امبارح مش امبارح طبعا خلال الكذا يوم اللي فاتوا منذ يعني بدء الاشتباكات ما بين الشباب المتجمهر في مربع وزاره الداخليه وما بين قوات الامن، المنظر يبدو وكانها فعلا حرب اهليه. المحلات تقريبا كلها مغلقه ومنها ما تم نهب محتوياته، وده بناء على ان الواحد شاف بنفسه. السكان في حاله طبعا ذعر رهيب، ومش بقول ان السبب هم الثوار، مش بقول السبب هم الامن، بقول الثوار السكان في حاله رعب، لان واحد قاعد في بيته لا عارف ينزل، هو قاعد جوه البيت وقافل الشبابيك، ولكن ريحه الغاز مع صوت الـ حتى ضرب الخرطوش سواء كان جاي من هنا او جاي من هنا. ولكن طبعا حصل العديد من حالات العنف، وهقول العنف المتبادل ما بين هنا وهنا، وبعدين ما حدش يجي يقول لي لا ده مجرد بيرموا طوب يا حرام، لا ما هو الطوب بيقتل. وعلى فكره احمد ماهر اللي هو احد قيادات يعني حركه 6 ابريل يركض في المستشفى حاليا، عنده كسر في الجمجمه وارتجاج في المخ بسبب سقوط جسم صلب على راسه، قد تكون طوبه قويه، قد تكون يعني يعني لسه ما تعرفش نوعيه او هويه الجسم اللي سقط على راسه، لا هو خرطوش ولا هو حاجه، ولكن ده معناه ان الطوب برضو ممكن يعني بيصيب ب سواء بيترمي من هنا او بيترمي من هنا. مظبوط. طنطاوي يطالب بالانتهاء من اجراءات فتح الترشح للرئاسه. هو الحقيقه يعني يمكن دي عشان ميعاد الطبع ما لحقوش، ولكن الخبر الاجدد هو اللي بعده اللي هو فتح باب الترشح للرئاسه 10 مارس مده 3 اسابيع. طبعا تاني الرساله اللي بيبعتها لنا المجلس العسكري مع الاسف اللي هي مش هنحقق مطلب غير لما تضغطوا جامد جدا في الشارع وتقعدوا فتره طويله جدا في الشارع. المطلب الخاص بالثوار اللي هم عايزين تبكير موعد تسليم السلطه لرئيس مدني، على الرغم من الرفض اللي اتعبر عنه مرارا وتكرارا من قبل الاغلبيه في داخل المجلس الشعب اللي هم حزب الحريه والعداله، ان هم كانوا رافضين تماما فكره التبكير، لان هم شايفين ان احنا نمشي حسب الجدول الزمني المعلن هو 30 يونيو. احنا بس عشان ايه، احنا عندنا دلوقتي اطراف كتير، عندنا اغلبيه وعندنا الشارع وعندنا المجلس العسكري وعندنا احنا وعندنا حزب الكنبه، فيعني دي كلها اطراف ضالعه. والحقيقه ان هو مش هينفع ان طرف يشتغل لوحده، يعني حتى لو كان اهدافه او مطالبه مختلفه عن بقيه المطالب الاخرى، ولكن لازم يحصل نوع من انواع الوفاق طبعا. والوفاق مش هيحصل ان انا احقق كل مطالبي ما حققلكيش ولا طلب، لازم يحصل نوع من انواع التوافق او الوفاق يعني. مظبوط. فالنتيجه النهائيه ان احنا دلوقتي اخر حاجه امبارح ان عقب اجتماع المشير طنطاوي مع رئيس المحكمه الدستوريه العليا، ان تم الاتفاق على ان يوم 10 مارس يبقى بدء فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسه، وده هيبدر الموضوع في الاخر كذا اسبوع، يعني يمكن اسبوعين ثلاثه ولا حاجه. ايه اللي هيحصل نتيجه ده مش عارفه. انا شويه متخوفه، لان فريق سامي عنان امبارح كان قال ان يعني للمصريين ترقبوا اخبار مفرحه، ما اعرفش هل هو ده الخبر المفرح ولا في اخبار تانية مفرحه. مثال يوم 11 فبراير هيبقى يوم حاسم بالنسبه للوضع اللي احنا فيه حاليا. الداخلية تلجأ للكراسي الموسيقية في تشتيت رموز ترى. طبعا هي نوع من أنواع الكراسي الموسيقية، احنا بقالنا شهور طويلة جدا
ناس كتيره حتى بالمنطق يعني بعيدا عن المطالب الثوريه، ولكن بالمنطق اما انت يبقى عندك سي 10 اشخاص وهم ضالعين في تدمير وطن على مدار سنين طويله جدا وعقول مدبره، ما تحاوليش تقنعيني ان هم لما هيقعدوا مع بعض مش هيستمروا في نفس النهج. فطبعا ده كان متوقع، واللي بيحصل دلوقتي واللي حصل في ماسبيرو واللي حصل في محمد محمود واللي حصل في مجلس الوزراء واللي بيحصل طول الوقت واضح. خطة، يعني هي خطة مدبرة، سواء بقى كانت مدبرة من جوه تورا مدبرة من خارج تورا، ولكن الخيوط كلها متشابكة الحقيقة. التقرير المبدئي لتقصي الحقائق، اهمال الامن كان متعمدا، وهو ده بقى الحقيقه الخبر المفرح. طبعا يعني من وجهه نظرنا انه اخيرا لجنه تقصي الحقائق كسرت النحس وقالت لنا حاجه، يعني احنا من بدايه الاحداث واحنا بنسمع عن لجنه تقصي الحقائق ولكن صحيح. الحقيقه ما بنوصلش لاي نتيجه، والحمد لله اخيرا بنوصل لنتيجه. يعني هي نتيجه شبه نهائيه، طبعا يعني كان في حاله يعني عدم رغبه في اعلان كل ما تم التوصل اليه، ولكن الحقيقه الكام نقطة اللي تم الإعلان عنها أنا شايفة أنها بتؤكد اللي احنا بنقول عليه اللي هو التفكير المنطقي، اللي هو واحد قاعد قدام شاشة التلفزيون وبيتابع أحداث اللي حصلت المجزرة هيقدر يوصل لحاجات طبعًا. شبيهة. طبعا ابتدى بعض الجماهير على فكرة، سواء من جماهير المصري أو جماهير الأهلي، تتعرف على بعض الأشخاص اللي شوهدت في داخل المدرجات بالظبط، واللي هي على فكرة الشخص ده هو مجرد طرف بينفذ حقيقي. هو مش العقل المدبر، هو طرف طبعًا. بينفذ، سواء بقى بينفذ عشان يرضي سيده، سواء بينفذ علشان تخليص حقوق او مصالح مشتركه، ولكن الاهم من الطرف المنفذ الحقيقه هو الطرف اللي دفع بهذا الشخص لتنفيذ هذه الجريمه. زي ما قلت رانيا، احنا قدامنا كام يوم وهنعرف الحقائق النهائيه، ولكن طبعا في تقصير واهمال من قبل الامن، في شبه التعمد في حدوث ما حدث في داخل المدرجات، في كمان اتهامات متبادله. وانس ان في اتهامات مبادله، بس اخشى ان تضيع الحقائق لما انا كمدير امن اتهم قوات الامن المركزي ان هم اثروا، قوات الامن المركزي تتهم مدير الامن ان احنا شغلتنا فقط تامين ارض الملعب، هنبتدي ان احنا ايه الاتهامات المتبادله دي، يعني اخشى انها ايه تتوهنا شويه. لكن طبعا في شماريخ دخلت، وعلى فكره الشماريخ بتدخل بقالنا سنه بالظبط، الشماريخ بتدخل عادي جدا مفيش اي مشكله، في اسلحه حاده دخلت سواء كانت عصيان فيها مسامير او لان الناس دي ما ماتتش لوحدها، ومش كلهم فقدوا حياتهم بناء يعني ان الناس تكدست فوق بعضها، لا في ناس، وفي ناس القيت من فوق المدرجات، اذا في قتل عمد يعني. الحقيقه اخر خبر معانا مش هنقدر نقول اكتر من كده عشان الوقت. اوكي خلاص نتكلم عن العصيان، يمكن قضيه هشام طلعت مصطفى تم الاعلان عنها امبارح. صحيح. وفي حشد عمالي لعصيان 11 فبراير ورفض اخواني وسلفي وفدي. احنا دايما يعني التاريخ بيؤكد ان الناس اللي هي الجانب المنتصر دايما بيبقى حريص جدا كين جدا ان هو يحافظ على مكتسباته. الجانب المنتصر اللي انا قصدي عليه، وفي طبعا هم اللي خدوا الاغلبيه في داخل مجلس الشعب، اللي هم حزب الحريه والعداله وحزب النور السلفي، هم طبعا زي ما كان في رفض للنزول الى الشارع يوم 25 يناير سنه 2011 علشان الخروج على ولي الامر يعتبر يعني محرم شرعا، ففي دلوقتي برضو ان هم رافضين فكره العصيان المدني. انا شخصيا مش مع فكره العصيان المدني، وقد يعني ممكن نختلف ونتفق فيها، لان انا مش حاسه ان ده هيوصل لشيء، وخصوصا لو كان عصيان مدني مستمر، يعني لو كان عصيان مدني رمزي لمده يوم مقبول، ولكن انا اقول عصيان مدني مستمر لحين ما احقق مطالبي، ما هي مطالبي اذا كنت انا بعبر عن 2 مليون ما في 30 مليون اخرين مطالبهم مختلفه. طبعا العصيان المدني اغلب الجهات اللي هي طبعا الدكتور البرادعي بعد اعلانه عن انسحابه من سباق الترشح قال ان احنا بنوضب لخطه للعصيان المدني تبتدي بطريقه تدريجيه وتنتهي الكالمينيشن بتاعها النهايه بتاعتها تبقى يوم 11 فبراير اللي هي ذكرى التنحي. طبعا المجموعات اتحادات الطلاب مختلفين من جامعات خاصة وجامعات حكومية قرروا ان هم فعلا هينتهجوا العصيان المدني، بالاضافة لعدد من الاتحادات العمالية،
ما سيسفر عنه هذا العصيان الله اعلم. ولكن زي ما قلت بالظبط اعتقد ان يوم 11 فبراير 2012 هيبقى فيه الكثير من الاحداث، وربما يكون فيه قرارات استباقيه لما يحدث، يعني لما سيحدث يوم 11. استاذه امينه خيري الكاتبه الصحفيه بجريده الحياه اللندنيه، نورتينا وبشكر حضرتك على وجودك معنا النهارده. ميرسي مشاهدي نهارك سعيد. هسيبكم دلوقتي مع تقرير الحقيقه عن مهنه بيتميز بيها المصريين وهي مهنه العطاره، ولكن احنا رحنا بكاميرا نهارك سعيد للغردقه. تعالوا نشوف مع بعض مهنه العطاره في الغردقه ونرجع نستكمل مع بعض فقراتنا النهارده في نهارك سعيد. خليكم معانا.